السلامة ومرحبا بكم الناس الكل في توبيك اكثر الساعة لنحكي مع المشاهدين زاد ما جيتكش لك انت حبايبي انا من المشاهدين مرحبا بكم الناس الكل في تركينا لايف باش نرجعوا الاحتجاجات اللي صارت من اول جانفي والاحتجاجات اللي قاعده تصير تو مع جورناليست وعبد نحبه برشا انا اللي يخدم معايا في تركينا برشا زياده برشا كاميرات ديما حمادي الاسود مرحبا مرحبا اول مره وكيف كيف معايا مهدي الجلاسي جورناليست نقدم نحبه على الاخر مرحبا بك سي مهدي مرحبا يا عايش دونك الاحتجاجات اللي صارت خلينا نقولوا من اول جانفي اولا قسمه التوانسه مع عباد مع الاحتجاجات عباد كونت اما نحب نسالك حمادي اسكو فما ان ايفينمون ديكلونشور الاحتجاجات هذيا فما سبب اللي خلى الاحتجاجات خلينا نقولوا تبدا والا ايفينمون اعتباطي حاجه صارت هكاك بون هو معناها الاحتجاجات كما اي حاجه كما اي فينومين سوسيال عندها اسباب مباشره واسباب عميقه ما تنجمش يكون فما حاجه بعينها هي التي تدز في الحكايه ديك بار اكزومبل نعطيك اكزومبل مثلا السنه الاحتجاجات ما بداتش في جانفي كانت سابقه كانت في ديسمبر وتحركت برشا العباد وفما برشا احتجاجات وتم قمعها بما في ذلك جلمه بما في ذلك برشا مناطق اخرى وتعدت ووصلنا لمرحله في جانفي في بداية جانفي تقريبا شكينا انه جانفي مش يتعدى بارد ماهوش سخون يعني ما فماش تحركات ولا العباد تشك في انه يصير حاجة لكن فجأة تحرك الشارع من اول وجديد وراجعت وصارت الفاقة ذيك الكل العباد ترجع ذلك السليانة مي سي با فري راهي الحركة الاحتجاجية صارت قبل سليانة يعني سليانة كانت كيما نقولوا الحاجه اللي زادت قوات شويه منطق الاحتجاج ولا نسق الاحتجاج في الوقت هذاك ولا عطات مشروعيه لانه الحاكم راهو خايب ياسر دونك يلزمنا نخرجوا نحكيوا على الايفينمون تاع الراعي نتاع الراعي اي في سليانه في سليانه لكن هو في اعتقادي اكبر سبب خلى الناس تخرج سيف السنه هو الاعتداء على جماهير النادي الافريقي قدام في شتي سنة في جانفي سنة يعني هو الاعتداء على جماهير النادي الافريقي في في 9 جانفي هذاك ليفيمون الكبير ليلتها بالذات بدات تتحرك الملاسين وبدات تتحرك شويه سيد حسين بدات تتحرك شويه تقريبا حسب ما نفكر حي التضامن وبدات الميكماك والسكتورات بدات تتكلم وليلتها بالذات تحركوا هي الاحتجاجات بدات اساسا يعني الموجه ذي من سوسه بدات تتحرك بحسينه سيرتو اللي هو سكتور ساحل يانو 06 يعني لهنا حمادي قاعد تقول لي انه ليفينمون ذا اللي جاي من بعد الحاجه اللي صارت مع جماهير الكلوب وخلينا نقولوا اللي برشا عباد اللي تحكي انه الكونفينمون اللي صار من بعدها هو كونفينمون بوليتيك اللي كانوا يتوقعوا انه فما عباد مفلكته انها باش تخرج وديما 14 جان في فما عباد تحتفل فما عباد تحتاج اما اللي تقولوا انه نوعاً ما جماهير الفيراج هما اللي هبطوا نهار 14 ونهار 13 في الليل انهم بداوا يحتجوا ولا بداوا يتحركوا شوف مش جماهير بمعنى هما نفسهم الجماهير اللي تمشي للستاد على خاطر نحبوا نلقاو الرابط ما بين اللي صار مع الكلوب والفاب نتاع التحركات اللي صارت هذيك الكلوب هو الجماهير نتاع النادي الافريقي اللي تم الاعتداء عليهم في في قدام مقر الجامعة في المنزه واحد بعد قبة المنزه هذوك شرائح مجتمعية تنتمي لفئات معينة اللي هي أحياء اجتماعية ولا جروبات متاع التراس وإلا طبقات وإلا فئة ثقافية ولا مجموعة ثقافية الاعتداء هذاك يعتبر اعتداء على الناس هذيك في حد ذاتها يعني هما كردة فعل مشاو حبوا يعاودوا يتحركوا على الناس اللي يتضربت في الوقت ذاك لأنه جماهير النادي الإفريقي ضمنت معاها على الفيسبوك الناس كل أنا واحد من الناس مانيش كلوبيست وضمنت معاها لأنه يعتبر اعتداء صحيح لأنه الشاب ذاك بتركيباته المختلفة ولا القاصر ذاك بتركيباته المختلفة اللي تم الاعتداء عليه قدام الجامعة يبرتاجي الانتماءات ذيك مع شرائح كبيرة تنجم رسماني فيست باش اني هي تمشي تتحرك وإلا تتضمن معاه وإلا تعمل معاه
الحكايه هذيك. سامحني اما مش معناها هما الجماهير بركه هما اللي تحركوا، لكن البوتنسيال نتاع انهم هما يكونوا جماهير رياضيه هما اللي تحركوا، هما اللي خذوا الليد، هما اللي خذوا الليد، هما اللي مشاو في المنحة هذاك. وذاك علاش الاحتجاجات شفنا فيها الطبع فيراجي كبير بمنطق معناها نتاع شماريخ، بمنطق نتاع ما كانش فما رفع نتاع شعارات، كان فما رفع نتاع اغاني فيراج، ما كانش كانت طريقة لبستهم يعني في حد ذاتها طريقة لبسة نتاع فيراج، كيفاش باللي كشكول كنا شفنا الجماهير كل حاضرة. قبل ما نتعديو حمادي لذيك جوست صاحب نسأل مهدي على المشهد نتاع 300 لعاب اللي توقف منهم أكثر من 200 واحد تقريبا هما قصر، ما عارفش أنا بالنسبة لي حاجة ما صارت قبل، وإنه عدد كبير نتاع عباد توقفوا في وضعية خلينا نقولوا ماهيش إنسانية حتى يكشي نص الليل، وظهر لي ميم هذيك كان انديكاتور للي شنو باش يصير من بعد من اعتقالات والحاجات اللي صارت القمع التحركات. دونك كيفاش شفتها انت المشهد نتاع توقيف الجماهير للكلوب نهار 9 جانفي؟ هو في الحقيقه كي نحكيو مع بعضنا سواء كان جورناليست ولا في المجتمع المدني ولا على الحكايه اللي صارت معناتها مع فيراج الكلوب في المنزل وإيقافهم بطريقة عشوائية بطريقة هذيك وتجميعهم في المكان هذاك في الثكنة وقتها وقفوهم في مشهد يشبه المحتشدات الاعتقال نتاع النازية، فهمتني؟ وصارت وقتها شفنا ندوات صحفية صارت خاصة صارت في نقابة صحفيين مع الرابطة ومع أهالي الناس ومع مجموعات الأحباء، مسؤولية مجموعات الأحباء نتاع الكلوب وقتها. قلت لك كي نحكيو مع بعضنا نقولوا إنه ظاهرة البداية غير مطمئنة، وظاهرة إنه ماهيش باش تركح، رغم اللي مازالت كما كان يحكي حمادي مازالت هي أنا مازال ما صار الشيء هذاك مازالت سوسة قبل مازالت. قلنا إنه بيصير حاجة، أولا لأنه كان الغضب كبير، ثانيا لأنه التعامل الأمني كان تعامل كبير. مثلا كي تحكي على حدث الاعتداء على جمهور الكلوب في المنزل، الناس الكل اللي كانوا حاضرين معناتها حتى من الصحفيين ولا الناس الكبار، معناتها مش نقعدوا نحكيو كان على القصر، حتى ما كانش فما استعمال العنف، كان معناتها الشرطه كي ما خلتش الناس تدخل معناتها لوين مقر الجامعه اللي هو يجيب للناس اللي ما يعرفوش اللي هو ورا استاد وطوقوهم بطريقه معناتها بعدوهم على الجهه هذيك نتاع الجامعه اللي هي بليز مو فارغه، اللي يعرفها يعرف اللي هي فارغه شويه، ومشاو في جهه سيتي اولمبيك وحي الخضره اللي هي معناتها فيها برشا ناس وغادي معناتها الدفع هذاك واستعمال الغاز والكريموجين وقتها خلاها تصير مواجهات. اما في الفلور كان احتجاج عادي كان احتجاج على وصار قبل ماهيش السابق الاولى راهو مثلا جماهير الشابه مشات قدام الجامعه والتعامل الامني كان خايب. شفت المظاهرات في تونس في غالبها ما يتمش قمعها، لكن زوز مظاهرات الوحيدين اللي صاروا قدام الجامعه تم قمعهم. كان ثم اراده لاقامه المظاهرات اللي قدام الجامعه في علاقه الله اعلم بالسياسه في علاقه ما كانت ودي الجيريه ما نعرفش، لكن ثم قمع هذا الكل خلى اولا المجتمع المدني خليه متحفز اولا لانه مش دافع على الشباب وعلى القصر اللي تم اعتقالهم مع 300 اللي تم اعتقالهم في الحادثه هذيك، وخليهم مستعدين خليهم كما نقولوا يقظين باش ما تصيرش اكثر ما قمع في بلايص اخرى. لكن عرفتك الماكينه كي الرحايه كي تشد صباعها تكمل تجبد الكل. شفنا كيفاش معناتها مشات بعد في الليل في برشا بلايص، والبلاصه اللي تشعل تزيد تشعل بعدها بلاصه اخرى، البلاصه تشعل تشعل بعدها بلاصه اخرى، هذيك اللي في بولدوناج صار وخلى الشرع كله يتحرك. نسالكم على فما كونسيبت، انا واحد من الناس في الانستغرام جاي برشا خاصه مع بدايه التحركات في الليل، علاش العبيد كونتر تحركات في الليل؟ يعني دوبا بدات تحركات في الليل، انا جوني برشا مساجات نتاع هذوما ناس مخربين اللي يحب يحتج في النهار يحتج بطريقه سلميه، فما اطر معينه توفرها لك الدوله. اسكو هذه حاجه ترسخت بشويه فينا كتوانسه ولا بارتي من التوانسه، والا شنو الحكايه؟ اسكو ممنوع انه تحركات تصير في الليل؟ ممنوع انه تحركات يمكن تكون عنيفه نوعا ما؟ شنو رايك محمد؟ هو التحركات معناها اون جينيرال ما تخضعش المنطق الممنوع والمش ممنوع، هي في حد ذاتها قلب لموازين القوى في لحظه زمنيه معينه وفي اطار مكاني معين.
لانك ما تنجمش باي منطق من المناطق تكون معناها فهمتني معناها فيها جانب قانوني. يعني هي ديما تسعى اني ما تكونش قانونيه خاصه من بعض الفئات المعينه كما اللي كنا نحكيوا عليها معناها فهمتني مثلا ولاد الفيراج وما يخضعوش المنطق القانوني وما عندهم قوانين من خاصه اللي تاثر حياتهم واللي تحددها وتوجههم في كيفاش حتى في طريقه تعاملهم مع الفضاء العام ومع السلطه ومع الناس ومع ذلك. علاش فما ناس ديما تقول انه يلزم التحركات تكون في النهار وتكون درا شنو هذه خاصه في الديسكور ميدياتيك معناها دومينو ولا مينستريم وفي الديسكور بوليتيك نتاع الاحزاب اللي خاصه في السلطه يعني. على خاطر السبب بسيط جدا يعني نحن ديما الناس هذيا جينيرالمون تكون من خلفيه ثقافيه اللي هي تخاف على المكاسب اللي هي ديجا عندها لذلك تستبطن معناها نوع من خطاب اللي يقولك علاش انت تتحرك في الليل ولا واحد ويحب معناها يكون فما دي نورم نتاع تحرك دي نورم نتاع مطلبيه دي نورم نتاع خلينا نقولوا دي نورم سي لا نورماليزاسيون دو دو بروتيستاسيون معناها انت تحب تتحرك لازمك تجي لابس لي معناها بوند روج ومن بعد كي تتطور شويه تعمل واحد لكن هو في حد ذاته يعني كي نجيو للحظات التاريخية الكبرى ولا لحظات الانتقال التاريخ الكبرى خاطر رأيي هي التحركات الاجتماعية وإلا الثورات هي من أهم الموتور متاع الانتقالات التاريخية الكبرى. يعني مثلا في جان في 78 الناس خرجت حرقت وكسرت واحد وتنجم الناس تدخل للسيت متاع لينا تنجم معناها تلقى الحكاية هذه في 84 الناس خرجت ومات ومعناها فاضل ساسي مات وعباد خرجت تكسر وتضرب وتعمل في كومون باريس الناس خرجت تضرب وتكسر في ثورة الشيه في العراق في الثورة التونسية معناها الناس خرجت تكسر يعني ديما التحركات فيها الجانب نتاع ذاك اضرابات عمالية ولا قطاعية وإلا نقابية وضحت المعالم وبينصر كتير واحد وفيها الجانب متاع الهامش كيفاش يتحرك الهامش هذايا وكيفاش يحب يعبر على ذاته وعلى أموره وكل حد يعبر بالتعبير معناه بالخلفية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللي يتبناها معناه ما نجموش نفرضوا على الناس اني تتحرك معناه بطريقة معينة مادام تحرك بالطريقة ذيك معناه الطريقة ذيك راهي صحيحة فورسيمون ما نجمش نقول له وين اكتب غنيه نتاع راب ما يحبش هو يحب يتحرك بطريقه بالضبط هو حس انه هو يحب يلزم يتحرك هكاك ما نجمش نقول له ليه تحرك انت مش هكاك انا مطالب اني نمشي نفهم علاش هو تحرك هكاك لهنا نتصور خاصه برشا عباد طاحوا في انهم في خلينا نقولوا في الظاهر انه تحركت في الليل صارت شويه كعمليات خلينا نقولوا نتاع تخريب ولا حاجه والعبيد ولات تجوجي في التحركات هذيك ولا تشيطن في التحركات هذيك انه لا ما يجيش انه كي مش هكا يصير من بعد صارت الفاد نتاع التحركات في النهار ولهنا فما عبيد ان فيت هو ما هو صار يعني ما هوش صار هو شنو اللي وقع معناها جان في سنيب سي فخاص هو جان في عاده كيفاش يكون فما عبيد اللي هي معارضه واللي هي تكون عندها ايديولوجيا معينه تبقى تستنى في جان في كل عام هذا واقع يلزمنا نحكيه معناه بصراحه وتجي تقرب الجان في معين خاطر هو معناه شهر تاريخين شهر تحركات في تونس معناه فهمتني ولا يجي هو يقرب لك الوقت ذاك ويعمل حمله ولا يعمل بيانات ولا يولي جيش الناس ولا يبدا يتحرك في الحوم ولا يعمل وقفات معناه لهنا معناه في العاصمه في القصبه ويعني. عاده بعد ما يعملوا هما الحاجات هذه تصير تحركات في الجهات وفي الاحياء الشعبيه في اللي لكن ما فماش ربط مباشر ما بيناتهم أبار إنه الوضع يشجعك على الاحتجاج اللي صار السنة شنو اللي صار السنة إن الحكاية صارت بالعكس يعني الناس تحركت في الليل وبقت تتحرك في الليل وبقت تتحرك في الليل وبقت تتحرك في الليل بمنطقة ومن بعد خلطت عليها الناس اللي تتحرك في النهار علاش لأن الناس اللي تتحرك في النهار في حد ذاتها تعبت عندها 10 سنين ديجا هي تتحرك فهمتني ولا وراها أحزاب هرمت وتعبت وما عادش تنجم وكان عندها نواب ما عادش عندها نواب ومنظمة المجتمع المدني في حد ذاتها كثرت عليها القضايا وكثرت عليها الأمور
ولات ما عادش نجم تجاري كل شيء، والناس بتبيعتها السفلى نتاعها كبر، واللي عرس واللي صاحبته متغش عليه واللي خطيبته تحبه، معناها الحكايات هذه الكل لا سي فري، معناها هذه حاجات واقعه ما نجموش نخبيوها، فهمتي؟ معناها حتى الجينيراسيون هذيك في حد ذاتها تبدل. دونك اللي صار انه الناس نتاع النهار خلطت خلوط على الناس نتاع الليل، مش الناس نتاع النهار هي اللي حركت الناس نتاع الليل. وهذايا هو الفرق اللي صار. اما سامحني مش قص عليك، خاطر هذه حادثه شفتها وانا نصور في روبورتاج مع نوايد في حي التضامن. اللي صار انه فما الحوم الشعبيه اون جينيرال يعيشوا نوع من الوصم الاجتماعي، يعني ديما نقولوا انت ولد مثلا حي التضامن، انت ولد حي التضامن، انت ولد حي التضامن، لين هما يوصلوا في حد ذاتهم يتبناوا ديسكور مناقض للي هما يعيشوا فيه، معناها باش يبينوا للناس انهم هما راهم ما همش يبراكي ولا ما همش خايبين ولا ما همش كذا، يتبناوا عيشه الناس الاخرين. اللي صار انه الناس في حي التضامن، المسيره اللي حضرتها هنا معناها في حي التضامن بعد ماراثون نتاع مظاهرات واحتجاجات في الليل، بحكم الوصم الكبير اللي صار عليهم نتاع تحركوا في الليل، تحركوا في الليل، يعني في تحركوا في هبطوا يتحركوا في النهار. كي هبطوا يتحركوا في النهار ورفعوا مطالب واضحه وماشيين الباردو، الحاكم وقفهم فم وقال لهم انتم جماعه حي التضامن يلزمكم ترجعوا تو. يعني السلطه في حد ذاتها حتى اذا كان اولاد الهامش هذوكم يتبناوا معناها لي ديسكور دومينون ويوليو يحاولوا يكونوا كالناس الاخرين اونتر جيمي كيما الناس الاخرين، خاطر هما فهمتني هما زاد جونبي يمنحهم. لانه تخيل انت ولاد حي التضامن تولي عندهم العاده نتاع انهم يتظاهروا قدام البرلمان، كارثه بالنسبه للسلطه. يعني مهدي بكريكا قال ما نعرفش علاش الناس تمشي قدام الجامعه والمعناها الزوز مظاهرات اللي قدام الجامعه تضرب. انت تخيل ولاد الفيراج يوصلوا ينظموا مسيرات منظمه، يعني كارثه بالنسبه للسلطه. راه خاطر هذه الناس ما عادش نجم تشدها، ما همش يسار هذوما، مش يبتوا كابتن وكعب ويرفعوا معناها على دربك يا شهيد لن نحيد. يعني هذوما ناس تنجم تمشي لاعمق وأعمق وأعمق من اللي نجمو، وأكثر من ذلك ما نجموش نتوقع وني نجمو يمشي. بيه نرجع للتحركات في النهار. أنا حمادي قال وإنه السلطة تخاف من إنه فما عبيد جديدة تهيكل تولي تخرج في النهار. إسكو السلطة وإلا خلينا نقول الجهاز الأمني الجهاز البوليسي في حد ذاته، إسكو أذيك علاش عمل الاستعراض الكبير كبدت تحركات في النهار؟ أذيك علاش شفنا عسكرة مثلا للبرلمان؟ أذيك علاش شفنا تسكير للعاصمة وإلا العدد الكبير نتاع البوليسيه؟ اسكو الدولة في حد ذاتها كانت عارفة وين مش يصير حكاية هذيك الكل، كانت خايفة نوعا ما وإلا لا؟ وإلا علاش شفنا الحاجة هذي؟ علاش شفنا الدولة عارفة شنو باش يصير، الحكومة عارفة شنو باش يصير، وعارفة إنه الناس باش تقعد تحتجم، خاصة فك الموجة بتاع ثلاثة جماعات ورا بعضهم واللي قبلها الموجة بتاع الليل. الدولة مستعدة لأنه الشارع باش يتحرك، ومستعدة لأنه الشارع في بورقيبة وباردو باش يتحركوا فيها الناس، لأنه الشارع في بورقيبة برمزيته معناتها صارت فيها الثورة، وهو الشارع الكبير بتاع تونس وجهة تونس، والبرلمان برمزيته هو مركز السلطة، خليني مش الأصلية، مركز معناتها اللي تخرج منه السلطة، تخرج منه السلطة التشريعية، تخرج منه الحكومات، تخرج منه القوانين، تخرج منه الإجراءات، تخرج منه هذا هو معناتها. كانت مستعدة، لكن ما كانتش مستعدة بالطريقة المثلى، بالعكس هي كانت مستعدة بطريقة أنا نعتبرها طريقة متخلفة، وطريقة ماهيش نتاع سلطة تستمع إلى شعبها، بل طريقة نتاع سلطة تخاف من شعبها. احنا شفنا السبت 6 فيفري معناتها كانت العاصمه مسكره، ما تدخلش العاصمه، حتى المواطن اللي متعدي على قطره الجمهوريه ولا على القماش على روحه من البوليو سود مثلا ماشي لريانا ولا بالعكس ولا ما يتعديش. شوف في كيس ما راهي الدوله ما مش فقط منعت ناس انهم يوصلوا حبيب بورقيبه باش يتظاهروا، انها منعت مواطن يتعدى على روحه لهنا. خليني نكمل لك الفكره. هي هذه اللي صار في باردو نفس الشيء، معناتها الفكره بتاع حمادي انا كنت قعدت تعيط فهمتي، ولا جمعتين اش بكم في الشارع وتظاهروا وعزيزه كسرتوها وممتلكات الناس وتخريبوا وتظاهر ما يجيش في الليل، مع انه انا ضد المنطقه هذه جمله وتفصيلا، لكن هبطنا نظهروا في النهار ما خليتناش، هبطنا نظهروا في النهار ما خليتناش، سكرت الشارع، سكرت على الولاد حي التضامن، سكرت حتى على الناس اللي ماشيين، سكرت على المواطنين اللي متعديين في شوارعهم. معناتها العسكره والمشهد هذاك سامحني هو اللي يزيد يخلي حاله من الغضبره، يزيد الاحتقار، يزيد يشوف الناس السلطه هي في بالها ما تقعد تخوف الناس، بل بالعكس الناس اللي كانوا باش يظهروا المحتجين يشوفوا يقول لك السلطه خايفه منها للدرجه، السلطه خوافه
باش نزيد انا نقوي في الدوزه تاع المظاهرات. هذاك علاش صارت باردو بعد صارت الحبيب بورقيبه نتاع الالوان اللي كانت الدهن بعد صارت مره اخرى الحبيب بورقيبه متذكر اغتيال الشهيد شكري بالعيد ما تنسى مشات تزيد ما نقصتش لو كتشوفك معسكر مدينه ومعسكر منطقه كامله في بالك باش تمنع مظاهرات لا ما تنجمش تمنع مظاهرات الناس تزيد تقوي فيها لهنا يعني التظاهر هو حق دستوري وليد نضحك لكن نحكي على حق دستوري وقت اللي في نفس العسكر هذيك وفي نفس وانه السلطة قاعدة تحمي في روحها بجهاز البوليسي فما تقريبا أكثر من 1500 ولا 1600 توقفوا فما عبيد قاعدة تتحاكم فما عبيد بطاقات إذا بسجن ديريكت وما ولهنا استغراب كبير وأنه في ظرف شهر يصير عدد متاع إيقافات كبير برشا من غير أخذ بالاعتبار للعمر لا عمل ولا ما عملش الكلها على بعضه إجا قاعدة لهنا نحكي لك سواء الجهاز الأمني ولا الجهاز القضائي. دونك انت علاش مع انه الدوله تحمي في الشارع الدوله عسكرت البرلمان علاش توصل انها توقف عبيد تحتج على وضع كارثي تحتج بطريقه خلينا نقولوا بطريقتها كيف ما قال حمادي خارج الاطر اللي يعملها السيستم الدوله ابار انها تسكر توقف توقف تحبس تعذب تخترق ولا خلينا نقولوا المعطيات الشخصيه شفنا عبيد توقفوا على الفيسبوك وما الى ذلك علاش هذا الكل 10 سنين ونحن نعرف الرمزيه نتاع 10 سنين بعد الثوره والله هو علاش هذا الكل في الحقيقه انا قد ما نحاول نحط روحي مكان الدوله ومكان الحكومه باش نلقى تفسير اللي صار ما لقاش ماني حط واحد في الحبس لانه كتب ستاتيو فيسبوك ونجيب لكم برشا من الناس مش واحد مش اثنين مش واحد مش اثنين معناها بالمنطق ما ينجمش يكون 1500 واحد هما اللي عملوا التخريب لا على خاطر لو كان خربوا 1500 واحد هذه الحاجه الاولى الحاجه الاخرى انه انا اطلعت بالكدا على الموقوفين والقضايا تاع الموقوفين والرابطه اللي هي ما تقامت بدور كبير رابطه حقوق الانسان قامت بدور كبير ياسر في الحكايه هذه شوفنا انه يا ودي مئات المحاضر مش عشرات مئات المحاضر تشبه بعضها راك تبدل الاسم ورقم بطاقة تعريف وياك هو تبدل كلش الاقوال هي بيدها ومش في نفس المركز راه في تونس في سوسه في باردو في التضامن في الكل نفس الحكايه ولهنا ثم مساله اخرى اكثر من الجهاز الامني انت جبتها الجهاز القضائي راهو النيابه العموميه نورمالمون هي نورمالمون مش في تونس نورمالمون هي جزء من الجهاز القضائي جزء من السلطه القضائيه لكن النيابه العموميه في تونس جزء من السلطه التنفيذيه حسب لانه رئيس النيابه العموميه هو وزير العدل لكن في النهايه احنا نقول هذوما قضاة يمارسوا في نفس مهنه الضبط العدلي اللي هما البحاثه والبوليسيه يعني احنا جينا ما جيناش قدام بوليسيه تحط فينا في الحبس لانه في الاخر البوليس شنو باش يعمل البوليس باش يوقف باهي جاي وقف حمادي البوليس وحب يتهموا بتهمة معينة خايف من الحبس في بالي بيك مستعد جاي بوليس باش يوقف باش يركب له تهمة معينة ولا على ستاتيو فيسبوك ولا كذا كذا باهي تو نقولوا احنا بوليسنا ولا عرفوه هذيك خدمته موضوع نناقشوا تو نناقشوا مرة أخرى الموضوع هذاك باهي باش تعدى النيابة العمومية باش تعدى وكيل الجمهورية علاش توقف فيه باهي خويا عادته النيابة العمومية القاضي بعد قاضي التحقيق ولا القاضي رئيس المحكمة علاش عداه وعلاش قام عليه بالحبس فبت المشكلة ما تمكش توجه في بوليسك توجه في دولة بجهازها البوليسي وبجهازها القضائي هو القضاء هو الحكم هو اللي يقمع هو اللي يقمع في الاحتجاج أنا مع كل ما نقوله في حق البوليسية أوكي وذاك لكن راهو القضاء هو راهو اللي عمل راهو نورمالمون قاضي يشوف معناتها واحد اعتداوا له معناتها على أجزاء حساسة من بدنه واقتلعوا له معناتها الخصية نتاعو وتتعدى نورمال تتعدى نورمال معناتها إنسان يجيك معناتها مضروب مدمدم لي نورمال هذاك يبطل الاجراءات وتعديه نورمال وعمرنا ما شفنا حتى حد متى من الضبط العدلي او من الامن يتحاسب متى على اللي يعمل فيه متى القضاء والنيابه اذا هي مهمتهم مهمه الدفاع عن الحق العام والدفاع عن حقوق الحريات هذه دورها في كل النظم الديمقراطيه وحتى في هذاك دورها انك تحمي نظامك تحمي الحق العام حق الناس وتحمي الحقوق الحريات لحمي حق الناس بل بالعكس متى كان شريك في انه يقمع الحقوق والحريات لا سامحني جزء في النقطه هذيا معناها لحظه بركع في نفس هذا يقمع فينا ليه على خاطر شفنا بارادوكس على خاطر في الحقوق والحريات شفنا بارادوكس كبير برشا واللي هما صفحات نتاع النقابات الامنيه اللي تشهر
بالمظاهرين هذا شانتي اخر راه اي نعرف انه جوست على خاطر داخل في في المعمعة هذه على خاطر في نفس الوحدة على المظاهرات شفنا كيفاش نقابات تاع البوليسيه خلينا نقولوا اللي وقفوا عباد على استديوهات فيسبوك وهما بيدو يشهروا باتصال تاع المظاهرين وهما بيدو يهبطوا في معطيات شخصيه وما شفناش حتى تحرك لا من النيابه العموميه ولا من الجهاز القضائي لان بارادوكس طيب شنو صار خلينا نعطيو التسلسل عبر المراحل تفضل صفحه نتاع نقابه امنيه ما عرفش اسمها لكن صفحه نتاع نقابه امنيه ما برشا طب التصوير هذا راهو يخرب ويظهروا مثليين واعداء الله وكيف وزط مثلا فبدي هذه صفحه نقابه امنيه نفس البوليسيه هذوك هما اللي وقف هما اللي يبحثوك هما اللي ركبوا لك القضيه هما اللي كلبوا الاستمرار ولا النيابه باش يوقفوا بعد هذا اللي صار لان انا خليني نعطي رأيي في المهم برشا على خاطر الفضاء شوف مسألة النقابات الأمنية مسألة أثارت كثير من الجدل من غير ما ندخل في أصلها وتاريخها وقتاش تعاملت وشنية هذا قضية موضوع كبير وشفناش حللنا موضوع آخر لكن في جانفي في الفترة هذه معناتها اللي تعدات النقابات الأمنية معناتها عملوا ممارسات في الحقيقة نورمالمون ما تتسمحش هما عملوا قبل معناتها حاصروا المحكمة مرتين مثلا باش يخرجوا معناتها زملائهم كذا لكن المرة هذه ايش يعملوا؟ راهو نقابة أمنية جهاز أمني لما يرفع شعار سياسي وإيديولوجي كما صار في صفاقس يسبوا في الأعلام ويسبوا في المظاهرين ويسبوا في المحتجين ويسبوا في ولاد الفراج وكالسب بشعارات إيديولوجية معناتها إيديولوجية وليه مش إيديولوجيا معناتها منطق إيديولوجي متطور ليه فراريات منطق فراريزم منطق بلاك متى إيديولوجيا متى أدام سميت وأنا حسن بنا ليه ليه خاتي فراريات متى أسهل حاجة باش تسب شخص يا مثلي يا شيوعي يا عدو الله يا مرحبا هذيك اسهل مش الجهاز الامني ولا المجموعه المسلحه النظاميه نقصد اللي ترفع شعار سياسي وايديولوجي راه ما عادش راه ما جهاز ميليشيا اللي اخترع ليه ميليشيا لازم نفهموا راهو انسان عنده سلاح ويرفع شعار ايديولوجي راهو ميليشيا راهو ميليشيا وهذايا وسلطه تفرج هو اللي يقول لك انا باش نمنع حق التظاهر ويهبطوا في بيانات سنمنع حق التظاهر وهو ما يتظاهروا ويحرقوا فيه في البيانات هذيك كثير برشا على خاطر فيه التشريع واش معناها نقابه امنيه تجي تقول لك انا باش نتصدى لكل مش من دورها ساعه تتصدى نقابه تمشي تدافع على منظورها انا هذا هو المشكل انا كاسكتي الاخرى رئيس نقابه فهمتني باش لا مشكل لحظه نقابات في العالم كله حتى نقابات الامنيه تدافع على منظورها ما يهمكش في الشعب تدافع على منظورك عندك قضايا على منظورك اولا مش من دورك انك تسب الشعب هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه مش من دورك تقول سيتم قمع التحركات والاحتجاجات وتصدي لها هذيك السلطه راه عندها تعليماتها وامور هذيك النقابه واش معناها تجي تقول وخاصه المظاهره اللي باش تعمل نهار السبت هذه كل خطر رموا عليهم الضوء فهمت معناتها فاتوا دورهم وفي الحقيقه تغولوا بتزكيه وبتواطؤ من السلطه حمادي اسكو عندك نقطه تحب تزيد على لا مش نحب نزيدها جوست معناها باش نفهم شويه كيفاش الحكايه صارت معناها ما بين الدوله والبوليسيه والقضاء يعني الثلاثه ذي هو ماهوش في معزل على بعض يعني التركيبه نتاعهم هما الثلاثه معناها عندهم علاقات ببعضهم وهذا كون هذا وهذا كم العمل هذا وما الى ذلك بيه. الدوله في حد ذاتها يعني ناخذوا الحكومه والمجلس التشريعي خافوا من الاحتجاجات ومش من الاحتجاجات بركه من توسكي جديد يعني هل حتى راهو كان تمشي في فتره معينه فما عباد مشات تغني في الشارع او ما بداو يغنيو في الشارع مشى لهم الحاكم علاش خطر جديد يعني شبيه هذا جاي عمل لنا حاجه جديده نحن ماناش اي تنجم تقلقنا الحكايه هذه وتنجم تخلق لنا برشا مشاكل اللي نحن ما نجموش نعرفوا تبعاتها وانت نجم توصل ف تعمل الحل الاسهل اللي هو اني توكل مهمه اني تجعل الناس نورمال سيلون لي نورم اللي هي حاطتهم معناها بالبوليس يعني البوليس هو شنو دوره في الاخر دوره انه يخلي الناس كل كيما بعض هذا مثلا ولا مجرم تشدوا هذا ولا مثلا معارض تشدوا تتخرجوا معناها يشد الحبس هذا ولا مثلا ما نعرفش انا مثلي تشدوا هذا ويفطر في رمضان تشدوا لانه هو ماهوش عادي ماهوش كيما الناس الاخرى الكل اللي هي عامله النظام كل سامحني خلينا نكملك على خاطر العادي اسكو عادي بالنسبه عادي بالنسبه للدوله عادي بالنسبه للدوله عادي عادي بالنسبه للنظام العام يعني للدوله بمجتمع حبيه بنيتها الفوقيه التحتيه كلها هي بالنسبه لها هذاك العادي العادي انه
إنسان يفيق الصباح يمشي يخدم معناها إتيرو سكسيويل ما يحكيش في السياسة، ينجم يحكي شوية في الكرة، ما يعملش غب في الستاد عادي، يصوم في رمضان مش مشكل كان ما عملش الصلاة، واحد يسكر وما يعملش مشاكل الحاجات هذيك، فهمتني؟ لك أي واحد مش يخرج على النورما ذوما أوتوماتيكمون أمن مش يمشي يشدوا به. المظاهرات هي راهي نوع من الخروج عن السائد، بل أكثر من ذلك هي نوع الدعوة إلى إسقاط السائد أو تغيير السائد أو تغيير القيم أو تغيير المنظومة أو تغيير المبادئ اللي الناس قاعدة تعيش به. دونك دور البوليس الحقيقي هو انه يمشي يشد الناس هذيك ويقمعها، هو هذاك دوره راهو في المنظومه معناها، فهمتني؟ يعني اخطونا من منطق الامن الجمهوري، لا 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 لا، هو دوره انه يقمع الناس، فهمتني؟ هو التكوين نتاعو باش يطلع معناها كي عملوه باش يعمل الحكايه هذيك. لهنا يجي دور القضاء، القضاء شنو هو دوره؟ انه يعاون الامني في انه يقمع الناس، يعني انه هو يعطي مشروعيه للامني من خلال الاحكام اللي يصدرها عن الناس هذيك بانه هو صحيح، يعني لهنا في عوض السيد هذاك يكون عنده حق والنجم نلقاو معاه حل، يولي ليه الامني هو اللي عنده حق، وهو الدليل انه القانون يقول عكس ذلك والسيد هذايا هاو راهو مش يمشي للحبس. دونك يعني القاضي يعاون الامني في النورماليزاسيون دي لا سوسيتي. بعد القاضي زاد راهو يحكم من خلفية معينة، القاضي راهو زاد إنسان من طبقة وسطى عنده مكاسب ومصالح معينة يخاف عليها، عنده كرهبته وبيتها قدام الدار ما يحبهاش تتكسر في الليل، عنده بنته يلزمها تمشي تقرا ما يلزمهاش تتبراكة، عنده العباد هذيك. دونك هو كي يحكم على الناس ما يحكمش عليها فقط من خلال القوانين المكتوبة نوار سير بلون، لا هو يحكم عليها من خلال خلفية وانتمائه الاجتماعي اللي قاعد يصب فيه من خلال الأحكام، ومن خلالهم زاد يسعى لماكسيموم بوسيبل انه يخلي السوسيتي ستابل. باه نجيو لهنا نقولوا هاو فما بارشا معناها موقفين تم اطلاق سراح، علاش لهنا القضاء معناها ما يمشيش جوسكو بو مع الامن، يعني هاو الامن شد ملاحظ والقضاء سيبب لهنا فما حاجتين. اولا لانه القضاء في حد ذاته يلزم يخلي ما يحفظ له ماء الوجه مع الناس، يعني هو زاد يزم يظهر عادل وما ينجمش يظهر عادل الوقت اللي يحكم على 1500، يعني في حد ذاته يلزم يخلي المنطق متاعه هو عادل، وهو زاد السلطة قائمة الذات وينجم راهو البوليس يجيب له واحد وهو ما يحكمش عليه ونحن راهو كل حكاية، يعني يحافظ على منطق داخلي منطق الاشتغال الداخلي متاعه. ثانيا ما ننساوش انه فما ضغط كبير من اجل اطلاق سراح الناس هذه، يعني في حد ذاته وقت اللي انت مسيبلكش السيد هذاك مش يتم التشهير، يعني مش جي الناس تقول لك راه الملف فارغ، يعني يظهر القضاء في حد ذاته هو في مشكله كبيره مع الناس. حاجه اخيره في علاقه بالامن في تونس، شنو اللي صار في تونس مع بن علي خاصه؟ الداخليه تحولت الى جهاز قوي جدا اقوى من جهاز الدوله، يعني بحد ذاتها هي اخذت من السلطه لين ولات ما عادش هي سلطه، ولات هي ما عادش هي معناها في ديال السلطه التنفيذيه، هي سلطه قائمه الذات في حد ذاتها، يعني هي تنجم تفاوض مع الحكومات فيش تعمل وش ما تعملش، ولا كيفاش تتعامل مع المنطقه ذاك ولا ما تتعاملش ولا كيفاش، ولا نحن ما نش متدخلين في الحاجه ذي وندخلوا في الحاجه ذي والمنطقه ذاك. هي اليوم جهاز في تقريبا اكثر من 160 الف موظف، يعني هي نجم نقولوا اليوم اكبر حزب سياسي في البلاد. دونك تقول انت الداخليه في حد ذاتها خرجت من انها تكون جهاز للدوله انها تكون السلطه اللي بالثقافه نتاعها ولا بال السلطه اللي تخلي الدوله في حد ذاتها السلطه اللي تخلي الحكومات في حد ذاتها تفاوض معها وترسخها مش العكس. يعني خلينا نرجع لشيء صار في الاحتجاجات اللي صاروا كل نهار سبت، واهم احتجاج اللي ترفعوا فيه شعارات فيها كلام زايد وكيف كيف قسموا توانس على نوعيه الكلام زايد ما يجيش تابو لا ما يتقالش في الفضاء العام والبوليسيه تهانوا والدهن الدهن اللي فمع عباد اعتبرته عنف على الجهاز الامني. نعرف شنو هي والله يشوف ثم لهنا ثم حاجتين. الحاجه الاولى انه طريقه الاحتجاج كما كان يحكي حمادي اللول كي بدا اللول حمادي قال لك راه الاحتجاج ما فيهوش بلغتنا ما فيهوش كي يتشارج ما فيهوش مش لازم يكون هكا ولازم هكا ولازم هكا هذه الحاجه. الحاجه الاخرى انه الاحتجاج كان انا لاحظت انه كان راديكالي في برشا بلايص
بما فيها في النهار في جحر بورقيبه كان لي كان راديكال في شعاراته في تعامله مع الام الناس تفسر اللي مثلا اللي قاموا بعمليه انه رموا الدهن ما ترموا الدهن هي ابار انه كانت موجوده في برشا بلايص في العالم معناتها كانت موجوده لكن هي كانوا حبوا يوصلوا يوصلوا مساج يوصلوا رساله للناس انه الالوان في مواجهه السواد الالوان في مواجهه انا قراءتي ماهوش رايي ولا ماهوش هم علاش حبوا يعملوا انا هكا ريتها معناتها مجموعه الوان في مواجهه السواد او الظلام مع انه ما زلت نعتبر انه تونس ماهيش قابله بحكي لك المجتمع العادي اللي كان يحكي لي حمادي الكلاسيكي تبع السكر هذوك الكل يشبهوا بعضهم ماهوش قابل معناتها الاشكال هذيك الاحتجاج مش قابل حتى الكلام الزايد مش قابل حتى البوسه اللي بوسوها الكوبلويت في بعضهم المسار هذاك واللي هو شكل من اشكال هما يعتبروا شكل من اشكال المقاومه انك مقاومه للمجتمع اللي هو ضد الحاجه هذيك كلها طب حاجه اخرى طب حاجه اخرى زيد ابار الشيء هذا لانه ما نحبش ندخل في المقارنه هو البوليس يضرب لانه هما كي تحكي معاه يقول لك انا اش عملت هما حكيت يقول لك انا ضربته بالدهن هو شد الاخر نحاله ثم شكون يقول لك حتى باهي معناتها هو يقول البوليس اوكي انت تعدي في الشارع تعدي في الشارع في امان الله قال الاخر ومروح على روحك دخلت ورا الكار عادي راه البوليس يجي كذا من امك كاتب لك تعريف راه خيبه ودي نعيشوا فيه راك تمشي باش تطلع ورقه في مركزك تهنتل ايوه تهنتل معناتها هذا معناتها من غير ما نخرجوا نخرجوه في صوره الضحايا على اساس هما معناتها مساكن واقفين واحنا جينا ليه ثم ثقافه كامله عند الناس هذوما خاصه عند المحتجين هذوما يعتبر جهاز الامن هو جهاز معادي ليه وانه جهاز يقمع له في حريته وجهاز معناتها مهمته الوحيده انه خالته راه مثلا انت اسال واحد تقول لك انا مثلا نبوس طفلة وقال نمشي نعمل جونتا في التركينة في دار في دروي باش يجيك باش يفيقوا بيك بينما تتبركة بعيد 50 متر الوزارة الداخلية ما يفيق بيك حد ونعرف واحنا قداش هو من بوليس في شارع بورقيبة تتبركة في يدخل لهجة التورك ولا القاهرة ولا جرجوراس تتبركة وما يجيكش بوليس فهمت مهمته شنو يحب يتحرك في الحكايه هذيك شد الطفله في داب شكون باها في باله بوك في باله اختي بوك في باله فهمت هما هذا يشوف فيه كيك بون ثم الناس الاخرين يشوف فيه امن جمهوري هذاك رؤيتهم انا خليه يشوفوه اما الناس اللي مشات تشوف فيه كيك البوليس اي وليت لعبت خايفه من الحاجه الاخرى واللي انا لاحظتها انه التحركات الاخرانيه خاصة اللي هبطوا للشارع نحكي اللي هبطوا للشارع في النهار في الحبيب بورقيبة وفي بار استوعبت مش فقط الغاضبين او المهمشين بالمنطق الاجتماعي معناتها الفقراء ولا لا استوعبت اكثر من هكا برشا شفنا كيفاش استوعبت الحركات المطالبه بتحرير استهلاك الزطله كما صارت وهذه اثارتها القضيه نتاع اولاد الكافي اللي حكم عليهم ب 30 سنه شفنا ايضا كيفاش اولاد الفيراج دخلوا معناتها مش فقط الاحتجاج على الفقر اولاد الفيراج دخلوا للمطالبه بحقهم شفنا زاد كيفاش المجتمع الميم او مختلف الهويات الجنسية والجندرية دخلت معناها في التحركات وأعلنت عن نفسها هذه أزعج المجتمع أزعج المنظومة المحافظة والمجتمع المحافظ أزعجهم فهمتني ما تخرج ما عادش الناس تخمم بمنطق الحقوق والحريات ما المنطق شو يقول حقوق الحريات أنت تظهر على قضية معينة الحمادي ظهر على قضية معينة الكل ظهر على قضايا معينة هذا يصوتك ما في الآخر هو ما يهموش فيك أنت شنو هي مويلاتك ولا شنو هي اعتقاداتك ولا شنو هي مطالبك أنت العقد اللي يربطنا الكل كل واحد عنده حق معين في البلاد عنده حق في احتجاج عنده حق في رأي عنده حق في حرمة جسدية لأنه في الآخر المجتمع المحافظ فاش يسوق في أنه الناس هذوما يحبوا ينشروا الزطلة في البلاد يحبوا ينشروا الفساد بين الفرعين في البلاد يحبوا ينشروا الميوعة والمثلية والشذوذ وكذا كذا في حين هي ما تروحها بالعكس مش مكيكة ما تروح المسألة مثلا اللي يحتاج يقول قايل علاش بتاع الزطلة بقى تحتاج فيه بتاع الزطلة يا بدي يقول لك أنا ثم 120 ألف عائلة فهمتي ولا فيها شكون توقف من 92 تو عام زطلة ما تلقى أنا معدي تجربة سجنية وشفت ناس قبل ما تمشي تعدي الباك فهمتي بجمعه يعدي في الباك باش يعمل سيجار اوكي ما تمشي احنا بجيو هاي يا شعب تونس هاي كيف وزات الجميع مش هكاك راهو ظلم انك تحط واحد عام في الحبس ما تكيف زات راهو ظلم انه واحد ما عنده علاقه مثليه مع واحد من نفس الجنس نتاعو تمشي تعمل له الفحص الشرجي
فهمتني وتحطه في الحبس وثم شكون خير انفاوها من المنطقه اللي عايش فيها كما صار في القروان مثلا المساله تتعلق بالحقوق الناس من حقها تعيش كما تحب ماكش مطالب نلبسوا كل كيف كيف ونخموا كل كيف كيف ونقراوا كل من حقها الناس والمجتمعات المتحضره المجتمعات العصريه هي اللي تستوعب هذوما كل اذا مجتمع راه ما استوعبش الناس هذوما كل راه مجتمع غير ديمقراطي ومجتمع فاشي ما يقبلش باي اختلاف واضح اخر دو كيستيون جوني من الانستغرام وكان انتم زاد اللي تفرجوا تحبوا تسالوا سؤال كسؤال حمادي والمهدي وعندي انا محمود سينا حمادي جاني كيستيون في الانستغرام لحديجة جيت هذية وين ماشي والسؤال اللي قبل هذية اللي نحب نزيد عليه اسكو لازم الاحتجاجات ديما تلبي الاهداف اللي هبطت على خاطرها وإلا اسكو الاحتجاجات ديما لازم تبدأ عندها أهداف هكا محطوطة ومعروفة كل شيء باهي جوست مش نرجع مش نرجع فيسا 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 معناها ثلاثة أسئلة هذوما كوفر فيس هي لازم نروح اي لا لطف عليك لطف عليك انت نقيب باهي جيست على حكاية العنف وما إلى ذلك باهي هو فما زوز نقاط مهمين خاطر أنا تقريبا غطيت التحركات هذيا اللي صارت كوليكا فيسا 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 يعني غطيتهم التحركات هذوما الكوليكا تقريبا شنو اللي يصير هو ريت كي تهبط ناس هو الفضاء العام هذايا مسيطر عليه الدولة من خلال جهاز بوليسي كي تهبط ناس فول كبيرة متاع ناس وتنجم تكسر الفضاء العام هذاك وتدخل فتنقلب لهنا الحكايات وتولي الناس هذيك هي اللي فارضة روحها يعني فارضة قواعدها على الفضاء العام اللي ما نجمتش تفرضها قبل اللي صار في التحركات هذي شنو اللي صار انه في الاول هبط المظاهرة نورمال فجاءوا رواحهم مسيطرين على الشارع متاع الحبيب بورقيبة من بعد كي هبطوا المرة الثانية جاءوا رواحهم مسيطرين أكثر فهمتي فعملوا حاجات أكثر المرة الثالثة قارين حسابهم من الأول لأنهم هم مش يسيطروا أكثر نمبورت كيلي كونديسيون فمشاو جسكبوا في فرض قواعدهم على الفضاء العام ذاك وتغيير أشكال من الاحتجاجية يعني هم بدأوا جوست يعيطوا في الأول من بعد وصلوا للقبولات ووصلوا للصور اللي على الانستغرام وللدهن واحد ثاني حاجة فما مسألة العنف هو راه المجتمع بطبيعة عنيف يعني نحن نعيش في مجتمع عنيف مثلا المنصف الناس في كتاب الشخصية التونسي يقول انه العنف اللفظي عندنا من الحضارة الرومانية ماهوش جديد يعني الناس معناها الرومانيين الرومانيين كانوا يقولوا في برش كلام زايد في البلاد معناها في الحضارة في الحضارة اي في كتاب الشخصية التونسي منصف الناس الله يرحمه عالم الاجتماع في الحضارة الحفصية ازدهر كلام زايد في البلاد يعني تخرج للشارع تسمع الناس يقول كلام زايد دونك طبيعي وقت اللي هو يمشي في الشارع ساعه نسمع فيه شو. ما كي تمشي لافينيو تسمع كلام تقول كلام زي اما انت كي توصل لافينيو وانت مسيطر على لافينيو فحتى اللغه في حد ذاتها مش تنقلب القواعد نتاعها وتولي مش تولي انت تجبد من ثقافتك اللغويه وتقول كلام الزين نتاعك في شعاراتك كيما هو يا بنانا ولا كيما هو درشنو سمعنا برش كلام زيد من هذايا فما حاجه اخرى علاش مثلا المجتمع الميم شاركوا ياسر في التحركات هذه هو بنفس المنطق لانهم هما عموما في الايامات العاديه مقصين تماما من الفضاء العام بل اكثر من ذلك يواجهوا فيه في اكبر معني مثلنا حتى اختر مثلنا مختار من البوليسيه ومن الناس وقت اللي هما يكونوا معاه فول نتاع بيت وفول هذيك تسمح لهم ان تكون عندهم سلطة على الفضاء العام ذاك فأكيد انهم مش يابتوا أماس وهذا مع اعتبار هذا مع اعتبار انهم هم يتبنوا القضايا ذيك اللي ديجا هابتين عليها باهي اسكو التحركات يزم يكون عندها مطالب اكيد جدا لا على خطر التحركات هي تعبير على واقع معين يعني يخرجوا هما في حد ذاتهم يخرجوا معناها انت كتشوف جرافيتي في الشارع اللي هي منطقة احتجاجي ما عنديش مطلب لجرافيتي شنو مطلبها جرافيتي يعني فمحيط فيه مطالب أم فمحيط ما فيه مش مطالب يعني مش أي تحرك احتجاجي نجم يكون فيه مطلب بل بالعكس التحركات اللي شفناها الليلية في الأحياء الشعبية اللي كان فيها منطقة متاع فيراج كان الهدف متاعها هي الصراع مع الأمن في لحظة زمنية معينة وتوفى بل بالعكس هي واخذة نفس المنطقة متاع الملاعب متاع 90 دقيقة وتوفى الحكاية أنا أصلاً 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 ما عينيش في مطالب وأنا كقصر بالليجني باللي واحد عمره 14 نعم شني مطالب ومعني لا عشيه ما معناها طيب وبوه واخذ له كبوت جديد وجاوبيه ما عندوش علاش مش يعمل ما عندوش علاش يعمل مطالب هو فد تو سامبلومون ولا
يحب يشارك اصحابه في حاجه يعملوها في الوقت في الوقت هذاك معناه اولاد الحوم الكل خرج معاه معناه علاش مش يرفع مطلب ماهوش هو فد سامبلمون يحب اخوي يحب يضرب الحاكم بالحجر ضيع حقه زاد خاطر الحاكم يمارس عليه في العنف. الحاجه الاخرانيه شنو اللي وين ماشيين تحركات اسكو الاي لهنا اسكو الاحتجاجات تاثر اللي اخذ فما عبيد تقول لك انه الاحتجاجات ما عندها وين توصل وزايد الحاجه هو سكو سيري سرتا اني الاحتجاجات توصل على خاطر كان الاحتجاجات ما توصلش ما يتيحش بنا لي هذه اول حاجه ابار المطالب الاخرى اللي حققناها في كتابه الدستور مهدي يذكر اكثر وفي معناها في علمانيه الدوله وفي الحفاظ على المكاسب المراه وفي 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 وفي, 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 وفي. دونك هي اكيد جدا حتى المطلبين الاجتماعيه قوه الاحتجاج هي تخلي الحكومه في الكامور وفي 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 دونك معناها الاحتجاجات تأثر أي معناها هي بل بالعكس عامل أساسي في أنه نحافظ على برشا مكاسب ونفتك مكاسب جديدة خاصة نبينوا أن الناس ما زالت تصر على فهمتي هل ما يسمى بالانتقال الديمقراطي وما إلى ذلك. لكن بعدها هي شنية أخي بحاجة راه تسير في التاريخ هي أن الحركات الاحتجاجية ما تحققش مطالبها يعني هذه تنجم تكون كارثة وأزمة أزمة سياسية اللي قاعدين نعيشوا فيها تو لأنه أولا معناها سوسيولوجيا في تونس مثبت أنه بعد كل حمل تحرك احتجاجي كبير يفشل ثم موجة متاع حرقة كبيرة هذه مثبتة يعني مردي في 2008 وخرج طبيب يخدم عليها الحكاية ياسر ومن الكامور بعد الكامور من بنقردين من 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 سيدي بوزيد من القصرين يعني كل بعد حركه كبيره تفشل ديريكتومون في السيف تتحول للوعي هما يحرقوا مثلا في الاحياء الشعبيه تتحول لمنطقه نتاع اللي ما نحبش نقول جرام معناها نحب نقول نتاع احتجاج فردي عنيف انه يخرج يفك خويا ماني ناي احتجيت وما نجمتش نوصل اعطيني اللي عندك معناها يبركك في تليفونك يسرقك يضربك يعني يعملك يبيع الزطله يبيع الدوي يبيع حاجات يعني من عليك. انه الاحتجاجات ما تخرجش الاهداف نتاعها ولا خلينا نقولوا فشل الدوله انها تفهم الاحتجاجات هذيك تتحول الرياكسيو اخرى تتحول الى نوع من تتحول الى نوع من الاحباط الجماعي والفردي اللي قاعدين نعيش فيه الناس كل تو يعني انت تو مثلا كي تتلفت لاي واحد من اصحابك يقول لك فيد وخطاني وبدا لي واحد هذا يراو في علاقه مباشره بانه الموجه الكبيره نتاع الجرينتا اللي كانت شهر التالي راهو كان تفكروا نحن نغمضوا عينينا ونفكروا شهر التالي شنو كان يصير تو راهي حاجه انورم جرينتا عظيمه معناها الناس كانت تطالب في النظام معناها بمطالب كبيره ياسر فهمتي فات معناها كي النظام يعني تو كي توصل هي للمرحله نتاع الخيبه هذيك نتاع الامل فاني يكون عندها نوع من الاحباط الخاص. فما حاجه اخرى اللي هي تصير واللي هي قاعدين نشاهدوا فيها تو كي موجوده ياسر اللي تولي فما برشا اعتصامات وتحركات جهويه فرديه منعزله كما مثلا اللي حكينا عليهم احنا في ماجل بولعباس هبطنا عليهم تقرير في نوايد كما اللي في قفصه هبطنا عليهم زاد تقرير في نوايد كما في منلولش في الجبل اللي مش نهبط عليهم تقرير في نوايد هذوما الكل ناس قاعدين معناها يتحركوا سفري فما مسانده لكن ولات الحركه ما عادش كما قبل الناس تتحرك في تونس وسوس وبنزرت وفما قريتا ولات كل وحده كل جهه تتحرك وحده كما الكامور اللي نعتقد اني ما عادش مش تنجم تحقق مطالبها لاني انتهكت وتعبت وما عادش عندها شكون يساندها وما عادش عندها مد وما عادش عندها ولا لانه الناس كل تعيش في لحظه احباط جماعي كبيره ياسر. السؤال اللي جاني اللي كنت مهدي كان نقيب للصحفيين يحكي على التضييق للحريات بعد 10 سنين وهالتضييق هذا اسكو اختار الانتقال الديمقراطي ولا الحاجات اللي خلطنا له وكيفاش نجم نحارب التضييق هذا ولا شنو ينجم يعمل الفرد ولا انتم كصحفيين ولا العبيد كل شيء تنجم تعمل كنت على التضييق نتاع الحريه. هو شوف خليني نبدا في نجاوبك نبدا من الاحتجاج لانه السياق اللي كثرت فيه الاعتداءات على الحريات وعلى الصحفيين متها مربوط بالاحتجاج بل انه ثم برشا صور خرجت معناتها للاحتجاجات ازعجت السلطه لانه في الوقت اللي كانت تصور فيه انه مثلا المحتجين الليليين تاع الليل هما مجموعه مخربين وعمال الصوره اللي برشا صور ماشي صوره واحده برشا صور خرجت ورات لي انه هذوما تظاهروا في الليل وكان تظاهر معناتها كبير ياسر وكان ثمك صورة شهيرة بتاع اللي ما بين حي تضامن أبو خلدون كانت صورة كبيرة ياسر فيها مات الناس وذيك مات أزعجت نوعا ما
السلطه من جهه. من جهه اخرى كانوا صحفيين معناتها ولا خلينا نحكي على الاقل على صحفيين الميدانيين اللي هما في موجودين في التيرا ويخدموا معناتها في وسط المظاهرات من امان منهم كانوا هما اللي نقلوا الصوره الحقيقيه للاحتجاج وهما اللي عملوا المعادله مع الاعلام الاعلام المهيمن خلينا نقول الاعلام المايستريم الماس ميديا الكبار واللي هيمنوا كسرهم اولا الاعلام البديل الاعلام بين ظفرين الاعلام الجمعياتي مثلا الاعلام الميداني حتى اللي في وسط المؤسسات الكبيره مثلا ولات المؤسسات الكبيره المؤسسات الاعلاميه الكبيره تهبط بيدها بصحفيها للتراب وتصور وانتقلت صوره اخرى والاعلام واكب لكذا الحكايه هذه رغم كل الهنات اللي نجموا نحكيوها في الموضوع هذا. في نفس هذا صارت المشاكل وصارت الاعتداءات على الصحفيين وصار منع من العمل وصار ما حتى ايقافات ما احنا اسلام الحكي تم ايقافه معناها توقف 3 ايام معناتها في المصور الصحفي توقف هذا كله ما ماهوش منعزل هذا كله ما جاي في سياق كامل. الحاجه الاخرى انه راهو محاوله الالتفاف على الحريات والتضييق على الحريات هذه مساله ما توقفتش شهر واحنا تقريبا حمادي خدمنا في فتره ما بعد الثوره الكل ما توقفتش وكانت في كل فتره وخاصه في الفتره السخونه كانت ديما هناك مسائل تضييق على الحريات بصفه عامه حريه التظاهر حريه الاحتجاج حريه رفع المطالب والمطلبيه وحريه الصحافه وحريه الصحفيين كيفاش يخدموا بالنسبه للدوله للاسف بالنسبه لها هي مش لينا احنا بالنسبه لها هي ما عادش عندها امكانيه باش ترجع بالوضع الحريات الى ما كانت عليه قبل ما عادش ممكن لانه بالعكس احنا كل عام نقدموا فيه صحيح نخسروا برشا في مجال في الاستقرار السياسي في بناء المؤسسات الجمهوريه في خاصه في تغيير واقع الناس المعيشي اقتصاديا واجتماعيا هذه كل خاسرين احنا لكن في نفس الوقت قاعدين في كل عام نربحوا اكثر في مجال الحريات هم يحاولوا يضايقوا من هنا وتجي معناتها المعركه نتاعنا اللي هي تزيد توسع الهامش نتاع الحريات. شفنا احنا مثلا اي محاوله باش وانا حتى برشا مرات اي محاوله باش يعملوا قانون معادي للحريات لكن الهجوم نتاع المجتمع المدني والتحشيد الكبير والهبه هذيك بالعكس تخلي معناتها المجلس يتراجع ويصدق على قانون اقوى من فهمت معناتها وحتى في الممارسات حتى في ممارسات الامر في حد ذاته وحتى في السياسه الجزائريه للدوله في حد ذاتها تحسها معناتها فترات معناتها لكن هذا كله في رايي يبقى ناقص ما لم يتم اصلاح نرجع للفكره اللي كنت احكي فيها من الاول ما لم يتم اصلاح حقيقي للمنظومه الامنيه والمنظومه القضائيه. المنظومه الامنيه والقضائيه هما لحد الان مؤسسات محافظه مش ما نقولش رجعيه معاديه لكل ما هو متعلق بحقوق الانسان بالحريه العامه والحريه الفرديه. شباب انا ساي كملت شباب رانا عملنا بريسك ساعه دونك ميرسي برشا. نجلس نقطة على حكاية الإعلام برشا نقطة ساعة. نقطة 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 أخيرة 10 ثواني في 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 علاقة في علاقة لا في علاقة بالإعلام خاطر المظاهرات نتاع السنة اللي أول مرة نهارت جلسة منح الثقة في للبرلمان الوزراء المشيشي الستة الأخرانيين خاطر فما مظاهرة البرة وفما المظاهرة نتاع اللي جاية من حي القضام في نفس الوقت كان كنت موجود يعني وسائل الإعلام 90% منها الكل تغطي في المظاهره وما غطتش التحوير الوزاري يعني حتى لوردر دو بريوريتي بوليتيك اي سوسيال الموضوع في البلاد تقلب دونك ميرسي بوكو نفسي تفضل كل وقت تروح نبقى نلمد الماتريال خويا ميرسي بوكو حمادي برسمي سي ايبر انتريسون كيف مهدي ميرسي السيف ومالك ورا الكاميرا في الريجي كل شيء هاي جاب ربي تفكرت وحبيبه زاد في الكوميونتي مانجمنت ميرسي لعباد الكل اللي قاعده تتفرج ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الديبات من اللي قال هنا حمادي من اللي قال هذا مهدي واسبيرون نشوفوكم في التركينة الجاية ولا في اللايف الجاي وصبح على خير باي باي. We'll be right back.